بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم الأربع 9 فبراير لسنة 2022. الحمد لله ربنا رزقنا بقطط النهاردة جميلة جدا، ألوان بيضة، شعر طويل، عينين زرقاء وعينين عسلي. عندنا 2 لون عينيهم أزرق، وعندنا كمان واحدة لون عينيها عسلي. زي ما احنا واخدين بالنا النهاردة كده الجو ابتدى يرجع تاني، يقلب بسعة ويرجع ويقلب بهوى. ناخد بالنا على القطط بتاعتنا، الجو الساعة ده ممكن يعمل مشاكل بالنسبة للقطط، ممكن يخلي القطط تجي لها نزلة معوية وتتعب وتعمل إسهال كتير. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. أنا هوريكم الثلاث قطط اللي موجودة عندي النهاردة بتاريخ يوم الأربعاء 9 فبراير لسنة 2022 اللي موجودة في محل كوكتيل بدمنهور. زي ما انتم شايفين كده، طبعا القطة دي كانت عاملة بيبي كده، نظفنا لها وغسلنا لها لان بنحافظ دايما على نظافة القطة. شوية هنعمل قطة بالاستشوار عشان ننشفها، وده شيء طبيعي. القطة لما بتيجي من بيت لبيت او من بيت لمحل ممكن القطة من خوفها تعمل حمام على نفسها تواليت، فهي كانت عاملة تواليت احنا نظفنا لها، وشوية هنعملها بالاستشوار علشان خاطر برضو الايه الجو. نمسك كده نشوف كده قطة قطة من القطط اللي موجودة عندنا النهاردة. شايفين الشعر الغزير قوي طويل، شايفين العينين زرقاء تمام، وهنا دي بنوتة، دي بنوتة شايفين. يبقى عندنا بنت لون عينيها أزرق، وعندنا كمان اللون العينين العسلي، لون عينين عسلي، ودي كمان بنوتة. شايفين الشعر غزير قد ايه. هنحط هنا وهنجيب القطة الاولانية برضه هنحطها هنا. شايفين شايفين الجمال، شايفين القطة وحلاوتها زي ما انتم شايفين كده. كمان عندنا القطة تالتة زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، لون العينين ازرق وده ولد. يبقى عندنا النهاردة يوم الاربعاء دلوقتي الساعة كام معاك يا عبد الرحمن؟ الساعة كام؟ يعني احنا قبل المغرب بحاجة بسيطة. الساعة دلوقتي 5. القطط اللي موجودة دي عندنا النهاردة اليوم الاربع الساعة 5 دي موجودة في محل كوكتيل بدمنهور. للتواصل 011-40-80-70-60، اللي حابب يتواصل معانا واتس احنا تحت امره. كل ده موجود عندنا. للتواصل 011-40-80-70-60. وكل سنة وانتم طيبين. ولو حابين تدخلوا معانا على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، اسم الجروب كوكتيل دمنهور لطيور الزينة وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.